رغم كل الإجراءات الأمنية اللي موجودة على المتجر، لكن ما زال برضو في تهديدات بتقابل المستخدمين من تحميل تطبيقات من قلب المتجر نفسه. إيه هي التطبيقات وإيه المشكلة اللي فيها؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأخبار عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وتمام. ورجعنا تاني بعد فترة من التعب الحمد لله في طريقنا للتماثل للشفاء الحمد لله، بس يلا يعني مرزق من يوم يا جابو السلكان. خلينا نركز في المهم دلوقتي وهو التحديثات الجديدة بخصوص بعض التطبيقات اللي فيها مشاكل أمنية زي اللي حصل مع شيرقت بالظبط. بعد التهديد اللي حصل من تطبيق شيرقت واللي اتكلمنا عنه بالتفصيل وعرفنا سببه وعرفنا كل شيء عنه وعرفنا البدائل ولو بشكل مؤقت، وهيظهر لك اقتراح الفيديو ده فوق هنا وهيظهر لك تحت برده في الديسكريبشن بوكس لو عايز تبص عليه، ويا ريت يعني تكون مساحه التطبيق وتستخدم التطبيقات اللي احنا اتكلمنا فيها دي. لكن المره دي الموضوع مختلف شويه، لان المره دي في توضيحات اكتر من الناحيه المعلوماتيه، من الناحيه اللي بيحصل فيها الكواليس كلها. يعني التوضيح المرة دي مفسر ايه المشكلة وايه سببها بشكل اكبر من مجرد التشبيهات اللي كانت واضحة في مواقع التقنية او المواقع اللي اتكلمت على الموضوع. يعني الباحث في الامن المعلوماتي اكرام احمد، وده باحث من خلال تشيك بوينت سيكيورتي او شركة تشيك بوينت سيكيورتي، كان بيقول الباحث اكرام احمد انه رغم كل الاجراءات الامنية المشددة اللي بتعملها منصة جوجل علشان تكون امنة لتحميل وتثبيت التطبيقات من عليها، لكن اوقات كده بيكون في خطوة زيادة بيسبق بيها المتسللين وبيضيفوا تطبيقات بيكون فيها مشاكل او بيقدروا ان هم يقللوا من حجم الامان في تحديثات بعض التطبيقات، وده بيضر المستخدمين. والكلام ده كان في مقال تقني نشر على زي نيوز، ونفس الكلام ده الى حد ما بيأكده تقرير او مقال نشر برضو في مجلة الفوربس الامريكية، واللي بقى تعمق في الموضوع بشكل اكبر. يعني مثلا سمى التهديد باسم كلاست 82، زي ما نقول كده ان هو حاجة شبه حصان طروادة، يعني نقدر نقول انه بيكون في حاجات بتتحمل على الموبايل ما يبانش ان هي فيها اي حاجة، حاجات وديعة جدا، تطبيقات بسيطة، لكن انت لما بتحمل التطبيقات دي بيبدأ اللعب يحصل في تليفونك. يعني انت فجأة بتلاقي مثلا في تطبيق اتحمل زي ما قلنا قبل كده على شير ات لو ما كنتش فرقت يعني، وانه التطبيقات دي لما بتيجي تحملها او بتلاقيها موجوده على الموبايل تقول اكيد انا حملته مثلا بالغلط او انا محتاجه بس مش فاضيله دلوقتي، وتستخدم الموبايل عادي. بينما الفيروس ده او البرنامج الخبيث ده بيستخدم الموبايل بتاعك بشكل خفي، يعني انت بتستخدم الموبايل عادي ما تحسش مثلا انك تيجي تعمل سوايب اب على الفيسبوك فتلاقيه بيعمل سوايب داون او اي حركات واضحه، لكن في نفس الوقت هو بيتمشى رايح جاي في الموبايل بتاعك يعمل حرفيا كل اللي هو عاوزه، بيانات شخصية، بيانات مصرفية، بيانات أمنية، أيا يكن هو يقدر ياخد كل اللي هو عاوزه وانت مش واخد بالك، وهي دي فكرة حصان طروادة، يعني يظهر عكس ما يخفي. البرامج الضارة دي اللي هي جوه زي ما اتفقنا تهديد اسمه كلاست 82 بتثبت تطبيق اسمه إيليان بوت، كل وظيفته ان هو بيدخل على الموبايل ويعمل كشف لكل البيانات اللي موجوده عليه، وعلى راسها طبعا البيانات المصرفيه، يعني انت لو مسجل كريدت كارد مثلا عشان تشتري من لعبه او حاجه زي كده فهو بيكون مطلع عليه ويقدر يسحب منه سواء كتير بقى او قليل. ده غير بياناتك الشخصيه، بيانات ليها علاقه بالشغل، صور مثلا، مش عارف، فيديوهات، اي حاجه شخصيه. الموضوع بيوصل لمرحله ان هو بيتحكم في الجهاز بالكامل من الداخل، يعني انت بتستخدم الجهاز عادي من بره مش ظاهر اي حاجه، سواء بقى ناسي، متجاهل، مشغول، انت بتبقى مش مركز مع حاجه زي كده، بينما هو بيتمشى رايح جاي كانه بيسوي شوبينج، عمال يسحب كل اللي هو عاوزه وقت ما يحب وزي ما يحب، فبالتالي الموضوع بيوصل لمرحله خطيره جدا من تسريب البيانات الشخصيه. وطبعا كل الكلام اللي احنا بنقوله ده هو النقاط الواضحه والمشتركه ما بين اللي قاله الباحث اكرام احمد الباحث في شركه تشيك بوينت سيكيورتي وبين اللي نشر في مجله الفوربس الامريكيه، وبناء عليه طبعا هم وضحوا التطبيقات اللي احنا بنستخدمها اللي ممكن يكون فيها مشاكل زي كده حتى الان، لان الموضوع عباره عن تشيك بيحصل باستمرار، لان هم بيتابعوا التطبيقات اللي بتكون موجوده على المتجر علشان كل ما يكون في تحديث سواء للافضل او للاوحش للأسوأ بيتكلموا عنه علشان الناس تكون على علم بيه. ووضح ان في 8 تطبيقات اساسيه هي اللي وصلها الفيروس ده او التحديث الضار ده او المشكله دي موجوده فيها، والتطبيقات دي ما بين في بي ان لبين بلاير لبين باركود سكانر. فطبعا احنا هنظهر هنا على الشاشه 8 تطبيقات علشان يعني زي ما قلنا هم في بي ان واكتر من تطبيق، وهنسيبهم تحت برده في الديسكريبشن بوكس بحيث لو هتاخدهم مثلا كوبي او هتكتبهم كده يعني كلمه بكلمه وتدور عليهم على المتجر او تدور عليهم عندك علشان تتاكد انك مش منزلهم او انك تتاكد مثلا هم مش معمل لهم تحديث بحيث تشيلهم من عندك، ولو تعمل لهم بلوك مثلا لحين ما يتم حل المشكله دي لو انت بتستخدم واحد منهم.
ولو بتستخدم واحد منهم برضو قولي في التعليقات علشان ندور على حاجة مختلفة تستخدمها. لكن زي ما قلنا بشكل عام هما تقريبا 3 تطبيقات VPN، ودي اللي انت بتستخدمها علشان تدخل على مواقع مثلا مقفولة في المكان اللي انت موجود فيه، وفي كمان تطبيق بيت بلاير وتطبيق ميوزك بلاير، وتأكد انك عامل اشتراك في القناة علشان قريب جدا هنتكلم عن تطبيقات ميوزك بلاير او مشغل موسيقى عبقرية جدا ورائعة جدا وسهلة وبسيطة ومن غير اعلانات وحاجة كده يعني ايه تعجبك، بحيث برضو بما ان الكلام جاب بعضه. وتطبيق غريب كده مستحيل تقريبا يكون عند حد، لكن علشان لو اتحمل زي ما قلنا من غير ما تاخد بالك هو تول تيبنيتر لايبراري، وده مش عارف بيعمل ايه بصراحه. المهم يعني انت تاخد التطبيقات دي كوبي وتروح تدور في المتجر، لو لقيتها موجوده عندك بسرعه تشيلها من عندك، ويا ريت تعمل لها تبليغ وما تحاولش تدخل على اي تطبيق منهم. ولو عاوز تطبيق في بي ان فانت دور على التطبيقات اللي يكون عليها تقييمات عاليه ويكون الكلام عليها بشكل ايجابي ويكونوا اكيد بعيد عن التطبيقات دي. ولو عايز ميوزك بلاير برده تدور على الحاجات اللي يكون ليها تقييم ايجابي، ونحاول نتعامل مع الموضوع بحيث نبعد قدر الامكان عن التطبيقات الثمانيه دول في الوقت الحالي. وتتابع طبعا علشان مجرد ما بيكون في تطبيقات فيها مشاكل او تطبيقات بديله زي ما هنتكلم في المستقبل وزي ما اتكلمنا عن بدائل شرقت، نتكلم عنها بسرعه بحيث تقدر تستفيد من البديل الامن من اي تطبيق انت عاوزه. وبس كده، دي كانت حلقه سريعه بخصوص التطبيقات اللي موجوده حاليا على منصه او متجر جوجل بلاي، بحيث انك تبعد عنها علشان ما يكونش في اي مشاكل على الموبايل بتاعك او على بياناتك الشخصيه او بياناتك المصرفيه. ما تنساش بس انك تعمل اشتراك في القناه علشان يوصلك اخر التحديثات بخصوص الاخبار دي، ولو عندك اي فكره او اي موضوع عايز تعرف اتعامل على اي تطبيق او اي موقع او اي حد جاب سيرته على الانترنت ولا لا، تقدر تزبطني في 3 ومش تاخر عليك. نلقاكم على خير.